ما هلا رح نروح لاولى محطاتنا فرح ورح نحكي فيها عن الطفوله وطبعا مساحه صحيه خاصه بالاطفال. قد ايه بتشوفي بهذا الوقت يمكن الاطفال كثير عم بيصير في عدوى عندهم لاسباب متعدده؟ ايه اكيد سلمى، يمكن عيادات الاطفال هي بنشوفها يمكن مزدحمه بشكل كثير كبير نتيجه ضعف المناعه عند الاطفال. بالوقت نفسه يمكن الامهات بيحتاروا كيف ممكن يقووا جهاز المناعه، وبيحتاروا يمكن وبيستشيروا اوقات كثير الاطباء نحن شو هي الاغذيه المناسبه لحتى قوي المناعة عند الطفل. لكن المشكلة سلمى لما بتتكرر المرض بشكل كتير كبير بنقول انه الولد ممكن ما عم بيقوم من المرض. صحيح. هون بيكون في مشكلة بجهاز الدفاع عند الطفل. صحيح، لهيك دائما الامهات بيحاولوا انه لما بتتكرر هي المشاكل انه هن يعطوا الاطفال طبعا اللقاحات بموعدها، يحافظوا على النظام الغذائي، ولكن مع هيك عم بيعانوا الاطفال من مشاكل متعددة تعود لضعف المناعة. هل هو السبب ضعف المناعة ام شو هو السبب الحقيقي لهي الحالات المتكررة؟ كثير من الأسئلة اللي بتخطر على بال الأهل رح نسألها طبعا لضيفنا اللي صار معنا بالاستوديو الدكتور قصي الزير اختصاصي بالأطفال. يسعد صباحك دكتور وأهلا وسهلا فيك. يسعد صباحكم وصباح جميع الأخوة المشاهدين بهالأيام الربيعية الجميلة، وإن شاء الله أطفالنا دائما مناعتهم قوية وبعيد عنهم هالأمراض الموسمية اللي هي دائما موجودة على عبر التاريخ على عبر السنوات. لكل فصل له أمراضه. مثل ما تفضلتي على جهاز المناعة، جهاز المناعة شيء معقد جدا بالجسم، يمكن من أكثر المواضيع المعقدة هو تركيبة الجهاز المناعي بالجسم، ولحد الآن العلم عم يكشف شغلات وشغلات وشغلات. الجهاز المناعي بالجسم ببلش من حليب الأم. تصوري حليب الأم بيعطي الجلوبولينات المناعية اللي بتنشط الجهاز المناعي من بداية الحياة الوليد، بس يرضع من حليب أمه، الصمغة بيسموها، ومن ثم بينقل هالجلوبولينات المناعية. بيكون ما عنده جهاز مناعي بتاتا أو بيكون ضعيف جدا، لسه ما تكون، لسه ما بلش يتكون بجسمه، فهو اللي بيحافظ على الطفل الوليد أو الطفل الرضيع لعمر الست أشهر إلى حد يعني الأدنى بجهاز مناعي، يعني بيقاوم الفيروسات وبيقاوم الجراثيم اللي ممكن يتعرض لها هالطفل. بعد الست أشهر ببلش الجهاز المناعي عند هالطفل هالرضيع يتكون، لكن شوي شوي إلى حد ما لعمر الخمس سنوات للست سنوات ليصير الجهاز المناعي عند هالطفل مقارب للجهاز المناعي عند الكبار. لذلك منشوف الأطفال اللي عم يرضعوا من حليب أمهم أقل عرضة للأمراض الفيروسية أو الجرثومية أو حتى الاضطرابات المناعية الأخرى من الحساسية، الإكزيما، التحسس الجلدي، منه الحساسية الربوية، منه أمراض كثيرة هي كلياتها بتدخل بمتاهة الأمراض المناعية. نحن بنسميها يعني الأمراض المناعية هي شائكة وكثيرة. العلم حاليا عم يفكر أو كثير عم يكشف أنه كثير أمراض هي سببها مناعي بالجسم وعم تتكون وتصير اختلاطات المرض عند المريض اللي بيصاب بهالأمراض هاي. إذا الجهاز المناعي بيقوي هو الرضاعة الوالدية من بداية الحياة الطفولة. لذلك نحن دائما أطباء الأطفال مناشد الأمهات الكرام، الرضاعة الوالدية هي أساسية. ما شبع الولد أو ما بيشبعوا حليبي أو شايفوا حليبي لونه فاتح أو هذا ليس معيار لعدم الكفاية الحليب الأم. حليب الأم لا، يعني نادر نشوف أم باكتمال جسدها وبعدم وجود أمراض تمنع من الرضاعة أنه ما ترضع ابنها، إلا يعني وما بيدر الحليب إلا الراحة النفسية والإكسار من السوائل. ما تبقى من عادات غذائية وما شابه ذلك قد تضر الطفل وتضر الأم. لذلك الرضاعة الوالدية نناشد دائما كأطباء أطفال بأخلاقية العمل المهني وأخلاقية العلم أنه ترضع ابنها بما تستطيع. فالحليب هو أول همسة مناعة لهذا الطفل. نمشي بعدين منقول أنه طيب عم يرضع وعم يمرضوا الأطفال.
مثل ما قلت أحد الأسس المناعة عند الطفل هي الحليب، لكن في أمور أخرى تؤثر على الجهاز المناعي وتكونه وقوته بالجسم. منه يعني أطفال بعد عمر السنة بصيروا بقى الأكل لازم يأكل الطفل فواكه وخضار يلي تحوي على الفيتامينات والمعادن اللازمة لتكون الجهاز المناعي عند هذا الطفل. ما نعتمد على الأكلات الطيبة كتير، نحن بعد عمر السنة بيراجعونا أنه عنده ابني قلة شهية. طيب شو بيأكل؟ ما بيأكل إلا كياس الشيبس أو ما شابه ذلك. طب ما هو نحن لعودنا الطفل على العادات السلوكية الغذائية الخاطئة، فلذلك كمان مناشد أنه نحن من بداية الأمور الغذائية عند الطفل نحاول. أكيد العاطفة أنه إذا اشتريت له لأبني أنا عم دلل ابني، أكيد لا، أنا عم ضر ابني. لازم يفطر فطور إيد الأم ونعمل له وجباته كليات الفواكه والخضار واللحمة. ما نستطيع بوضعنا الاقتصادي أن نقدم الغذاء المناسب لطفلنا بإيد الأم، يبقى هذا مساعد لتنشيط الجهاز المناعي عند الطفل بالشكل الأمثل حتى يقاوم هذا الطفل وهذا الجسد لهذا الفيروسات والجراثيم والأمراض المناعية الأخرى يلي ممكن يتعرض لها الطفل بأمور وراثية أو بأمور يعني حياتية. دكتور، خلينا نعرف من حضرتك شو هي أعراض نقص المناعة عند الطفل، أو منقول إنه ممكن يكون في خلل بالجهاز المناعي، وشو هي يمكن أول الخطوات اللي بتنصح فيها دكتور حضرتك لحتى نقوي جهاز المناعة عند الطفل؟ هلأ أعراض نقص المناعة ما بدنا نحكي بأمراض، في عنا أمراض كتير وراثية ما رح نحكي فيها، هي بتكون يعني محددة عند عائلات معينة أو عند أطفال معينين. لكن إذا طفل جهازه المناعي ضعيف بيصير عنده أمراض أكتر إنتانية، إن كان إنتانات تنفسية ولا إن كان إنتانات معوية ولا حتى إنتانات جلدية. ممكن نشوف دمامل، ممكن تشوف شغلات جلدية، إكزيما جلدية هو اضطراب مناعي، الربو هو اضطراب مناعي، الحساسية هو اضطراب مناعي. تصوري حتى الأمراض الروماتيزمية هي اضطرابات مناعية. الداء الزلاقي، سوء الامتصاص الداء الزلاقي لعدم تحمل جلوتين الشعير والقمح هو اضطراب مناعي بالجهاز المناعي. إذن الأمراض المناعية هي كثيرة. هلأ أكيد طبيب الأطفال بحسب الأعراض السريرية جاي فيها الطفل، هل هو بحالة ربوية، هل هو بحالة إكزيما، هل هو بحالة دمامل، هل هو بحالة إنتانات متكررة أكثر من الطبيعي وما في سبب، هون بقى نحن كأطباء أطفال نتوجه لدراسة الجهاز المناعي عند هذا الشخص الطفل. دائما الجسم مثل ما قلت لك يكتمل جهاز المناعي بعمر 5 إلى 6 سنوات، وبياخذ مناعته البدئية من الأم، فإذا ويستمر بقوة بعمر الشباب، بيكون أقوى بعمر من 20 لـ50 يبقى جهاز المناعي قوي. بعد 50 ببلش الجهاز المناعي يضعف وتظهر بعدين الأمراض المناعية حتى السكري، اضطرابات البنكرياس وما شابه ذلك هي اضطرابات مناعية بجسم، حتى يصير في عندي خلل بتكون أو تآكل خلايا بالتلانجر هانس تبع البنكرياس ويصير سكري. إذن الأمراض المناعية كتيرة وشائك، لكن نحن بدنا نحكي أنه الأطفال كيف بدي أقوي لهم جهازهم المناعي أنا؟ إذن أولا الغذاء السليم. هلأ بيقول لك العسل هو مفيد، فيه مركبات مناعية جيدة، لكن يعني بعد عمر السنة، قبل عمر السنة ممنوع أعطاء العسل للأطفال، لكن كمان الإكثار منه كمان مضر، يعني شيء منه فيه أكيد. والناس حسب الإمكانيات يعني، لكن الغذاء الصحي السليم هو أساسي
في تكون الجهاز المناعي وتنوع الغذاء. ما نعود ابننا ما بياكل الا معكرونه سوق من السوق، ما بدنا نذكر اسماء تجاريه، ما بياكل هالاكله. لا، نعلم اطفالنا تنوع الغذاء والفواكه. بلادنا بلاد الشام يمكن من اجمل البلاد، انا زرت العالم كله، من اجمل الدول فيها تنوع غذائي هي سوريا. يعني ما بتلاقي تنوع الخضار والفواكه وكل المتطلبات الغذائية مثل ما موجودة ببلادنا. بلشت يدخل عليها الشيء المصنع، لكن تبقى في الأرياف موجودة بشكل رائع جدا ومناسب لتقوية الجهاز المناعي. النوم المبكر جدا بيأثر على الجهاز المناعي. للأسف بنشوف التطور الحضاري الخاطئ، صاروا الأطفال النوم المبكر ما عم ينام مبكر، كله عم ينام لازم قبل الساعة 9 أو 10 مساء يكونوا الأطفال لعمر المراهقين يناموا للنمو الجسدي والعقلي والمناعي. إذن النوم المبكر له أساس في تكون الإنسان، وخاصة في طور النمو اللي هو طور الطفولة وسن اليافعين. بنلاقي للأسف هذا الشيء ما له موجود حاليا. منعاني كتير كأطباء أطفال، بنصح الأهالي أنهم يعلموا أطفالهم على النوم مشان النمو الطولي والجسدي والعقلي والفكري والمناعي، والابتعاد عن أمراض كتيرة النوم المبكر بيبعد عنها، ومنه مثل ما قلنا الأمراض المناعية والأمراض الجهازية إذا الطفل نام مبكر. وهذا الشيء كمان عم نشوفه أنه خلل بحياة الأطفال. الرياضة كتير بتنشط الجهاز المناعي، وكمان عم نشوف الكسل والبلادة عند الأطفال، عم يقعدوا على التاب ولا الموبايل لساعات طويلة، عم يؤدي لأمراض أو لتركيبة الجسم الطفولة بطريقة خاطئة مع أكياس شيبس قدامهم وتسالي مضرة بتركيبتها الدسم وزيوت المهدرجة المضرة لصحة الأطفال والمواد الأملاح وما شابه ذلك، كلها تضرر، وخاصة يعني تركيبة هالأمور هاي. منلاقي الطفل عم يعتمد عليها، إذا غذاء سيء، جلسات طويلة بليدة، العقل ما عم يتطور مع التاب أو الموبايل أو ما شابه ذلك، فعم نلاقي عدم تطور النمو العقل والجهاز المناعي يلي هو أساس حياة الإنسان. طب دكتور، من خلال حديثنا يعني كتير صادفنا أسئلة أنه هل هو فقط الأمراض المتكررة تدل على النقص المناعة، أم هناك تحاليل معينة مثلا ممكن تنعمل للطفل فتبين أنه عنده هو نقص مناعة؟ دائما الطبيب الحكيم الأطفال إذا شاف في خلل بالجسد اللي عم يفحصه هالطفل البريء، أكيد وحس أنه في هناك خلل بعدد الكريات البيض بالجلوبولينات المناعية، أكيد هو الأمثل بطلب هالشغلات هاي للطفل لحتى يتأكد من نمو الجهاز المناعي بالشكل الأمثل. عندنا أمراض مناعية كتيرة، منه الروماتيزم روماتويد، منه الذئبة الحمامية، منه الإكزيما، منه الربو، منه حتى السكري، كتير أمراض. أكيد الحكيم بوجهة نظره بخلال يعني فحصه للطفل بيطلب التحاليل المناسبة ليكشف وين الخلل، وهل بالاستطاعة تجاوز هالخلل من خلال أدوية أو من خلال نظام غذائي أو من خلال نصائح للأهل حتى يقي الطفل من أمراض اضطرابات أو نقص في أو خلل بالجهاز المناعي عند هالطفل هذا. يعني الربو مثلا أو التحسس القصبي هو اضطراب مناعي موجود عند جزء من الأطفال، بيحسسه أكيد الشغلات المؤرجة المحسسة، ومنه التدخين السلبي يلي موجود للأسف، والأرجيل والتدخين حوالي الأطفال يلي هذا
يثير النوب الربوية التحسسية المناعية عند هذا الطفل. فنحن دائما مثل ما حكينا بهمنا بالثقافة الطبية أنه يتعلم المشاهد على حماية ابنه من أعراض مرضية ممكن هو بإيده عم يوصل له هالأعراض هاي، التدخين السلبي، الروائح الواخذة، عدم تهوية المنازل، التعرض لشمس الطفل مشان الفيتامين د، نقص الفيتامين د موجود عن نسبة يعني إذا ما بدي أقول العظمى من الناس عنده نقص بفيتامين د. فيتامين د صار اسمه هرمون ليس فقط للجهاز العظمي، هو بتركيبته موجود بكافة الأمور الجهازية ونقصه بيأثر على الجهاز المناعي. لذلك نحن لازم دائما نعرض أطفالنا للشمس. ممكن يقول لك أخي الشمس حادة أو صعب عرضه عليه، الغذاء السليم، التعرض للشمس أفضل من المتممات الغذائية، الفيتامينات اللي بناخدها عبر الفم. لكن إذا كان لا غنى عنها، هون طبيب الأطفال بيعطي النسبة المناسبة لوزن الطفل ولعمر الطفل، ما نعطي بشكل عشوائي إبرة فيتامين د هيك مشايلة. أكيد طبيب الأطفال حسب وزن الطفل وحسب الجهاز يعني أجهزة الطفل بيحدد جرعة المتممات الغذائية اللي بتساعد إذا كانت ناقصة عند الطفل لتحسين واقع الجهاز المناعي عند هذا الطفل. فإذا نحن نترك طبيب الأطفال هو اللي بيقرر آلية التعامل مع الطفل وجهازه المناعي. الفيتامين سي موجود بالكثير من الفواكه والخضار، هو منشط للجهاز المناعي كمان، وخاصة بلادنا مثل ما قلنا متعدد الأنواع من الخضار والفواكه يلي كلياتها بتنشط الجهاز المناعي عند هذا الطفل. دكتور، بتنصح الأهل كل فترة يمكن يعملوا تحاليل اطمئنان على صحة الطفل أو لا بكفي إنه نحن نشوفه هو بحالة جسدية ونفسية منيحة بعدم ظهور يمكن بعض الأمور اللي بتشير لأنه هو بحاجة لهي التحاليل؟ بعمرهم الأهل ما يعيشوا وسواس بحياتهم مع الطفل، وسواس مرضي كتير. أنا يعني مرضاي ما بخليهم يعيشوا بوسواس مرضي، تحاليل وشغلة إذا مانوا بحاجة حكيم الأطفال هو اللي بيقدر هالشيء. أعطاء اللقاحات في بداية الحلقة هي تنشط الجهاز المناعي من أمراض خطيرة. إذا أعطاء اللقاحات، وهلأ عنا مشكورة وزارة الصحة دائما عندها نشاط بإعطاء اللقاحات و إعادة اللقاحات للأطفال اللي ممكن يكونوا الأهل لسبب ما معاطين لقاح لأبنهم. إذن أناشد الأهالي إعطاء لقاحات للأطفال بحسب برامج وزارة الصحة الموجودة بكافة المراكز الصحية، بيحددوا أيام معينة. لكن هلأ عنا حملة للقاحات، يتوجهوا إذا الطفل سليم، ما عنده حرارة، ما عنده أمراض، اضطرابات مناعية معينة تمنع أخذ اللقاح، يتوجهوا يعطوا اللقاحات لأولادهم. هي شغلة. التحاليل الطبية، الطبيب إذا لقى أنه في عندي خلل ما بالجهاز المناعي ومؤدي لأعراض مثلا إكزيما جلدية ما عم تتعالج، أكيد هو بيقدر شو لازم يعمل تحاليل. مثلا بعض الأعراض الجلدية أو بعض الأعراض الجهازية ممكن هو بيحدد شو وين بده يتوجه بالتحاليل الطبية. أما بشكل عشوائي أكيد لا. وسواس المرض الأهل يعيشوا فيه أكيد لا، يعيشوا جمالية الطفولة ويعطوا الطفولة حقها من تربية صحية جسدية عقلية غذائية جيدة. هدول إذا عطيناهم جيدين رح يبنى هذا الجسد بالشكل السليم، ما يخافوا من أي شيء، إلا إذا كان هناك أمراض وراثية موجودة ضمن العائلة. هذا الشيء بيكون مكتشف من الأهل من خلال معرفة الأمراض هاي، وأكيد الطبيب بيتصدى لها بالآلية إجراء تحاليل أو بآلية خطة علاجية معينة هم يقدرها طبيب الأطفال. أكيد يعني مع هاي النصائح المفيدة جدا نتشكر وجودك معنا دكتور قصي على كل المعلومات اللي قدمتها. شكرا لكم لجمالية الصباح معكم، وإن شاء الله دائما أطفالنا
بسمتهم هي سعادتنا، ودائما جهاز المناعي قوي بمساعدة الأهل مثل ما قلنا بأخذ النصائح يلي حكيناها العامة، ما حبينا نحكي بخصوصيات، حتى يبنى هذا الجسد بشكل السليم عقلا ونموا وصحة ومناعيا. شكرا لكم وجماليتكم. شكرا لك دكتور، وبقية نهار حلو.